السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم اخوكم مصطفى البغوري من قناه سنوله بيزنس. النهارده ان شاء الله هندردش مع بعض شويه في دراسه جدوى لمشروع من المشاريع الصغيره اللي ممكن الشباب تبدا بيها. هو مشروع كويس جدا، وان شاء الله يا رب الشرح النهارده يكون وافي وتقدروا ان انتم تستفيدوا منه وتتوكلوا على الله وتنفذوا على طول ان شاء الله. المشروع هو مشروع طباعه التيشيرت. مشروع طباعه التيشيرت مشروع خفيف وسهل ومش محتاج راس مال كبير، وممكن من خلاله يبقى لو ربنا كرمكم يعني يبقى عندكم مصنع بقى تيشيرتات تقفيل وطباعه وكل حاجه. وبرده مش محتاج راس مال، انت ممكن تجيب التيشيرتات وتطبع بره كمان، مش لازم كمان يبقى عندك مكان. هنتكلم النهارده عن انواع طباعه التيشيرتات، هم 6 انواع. سبليميشن، ترانسفير، فينيل حراري، برنت اند كات، ديجيتال، ودي تي اف. كل دي انواع الطباعه على الملابس او الطباعه على التيشيرتات. هنبدا الاول هنتكلم عن الطباعه السبليميشن. الطباعه السبليميشن دي ما بتنفعش غير على القماش اللي هو الليكرا او البوليستر، او 50% بوليستر 50% قطن. لكن لو قطن 100% هتلاقي الطباعه السبليميشن بتبهت، فانت خد بالك من الموضوع. لو جالك تيشرت قطن 100% هيبهت معاك، تمام؟ يبقى انت دلوقتي السبليميشن لازم ما يكونش قطن 100%، وكمان السبليميشن بيطبع على الفواتح بس، يعني تيشرت ابيض، رمادي فاتح، لبني، اصفر، بينك يطبع عليه. لو ازرق او احمر غامق تقدر تطبع عليه سبليميشن اسود بس، لون اسود بس او كحلي. لكن الالوان فاتحه، الوان فاتحه على الوان غامقه مش هتطلع اصلا. تمام؟ ده الطباعه السبليميشن. ازاي يبقى عندك سيستم طباعه سبليميشن في البيت؟ لو انت تفتح المشروع ده في البيت. هتجيب برينتر ابسون بحبر سبليميشن. هتشتري مكنه ابسون، في مكنه 3050، في مكنه 1110 ابسون 1110، في ابسون 3110. كل ده برنترات محترمه جدا، ولازم تحط لها حبر سبليميشن محترم، حبر سبليميشن برازر، تمام؟ عشان تقدر تشغلها سبليميشن. يبقى لازم اول حاجه يبقى عندك البرنتر البرنتر ابسون وفيها حبر سبليميشن، مش اي حبر، لازم حبر سبليميشن، تمام؟ ده انا بقول لك عشان لو انت حبيت يبقى عندك سيستم الطباعه السبليميشن، تمام؟ طبعا انت ممكن تطبع بره، انت ممكن تجيب التيشيرتات وتطبع في اي مطبعه، بس انا بقول لك لو انت حابب يبقى عندك التيشيرت السيستم السبليميشن هتعمل ايه؟ برينتر زي ما قلت لكم الانواع اللي قلت عليها، تحط فيها حبر سبليميشن، وتجيب لها ورق سبليميشن اسمه ورق سبليميشن يونيتك. ده انضف نوع من انواع ورق السبليميشن اسمه يونيتك، تمام؟ وتجيب مكبس مسطح 40 في 40، ده بيبقى عامل في حدود مثلا 3500. والبرنتر تعملها في سكه برضه 3500، من يعني 3500 ل 4000، تمام؟ احنا كده ايه، برنتر قول 4000 والمكبس 3500 جنيه، يبقى انت كده التوتال بتاعك 7500 جنيه. يعني هو كده عشان يبقى معاك سيستم السبليميشن 7500 جنيه. لو انت عاوز تجيب برنتر مش عاوز تجيبها، ممكن تطبع في اي مكان مفيش اي مشكله. يبقى كده سيستم السبليميشن هيكلفنا 7500 جنيه اهو. طبعا التيشيرتات بتتجاب من العتبه، من اي حد عنده تيشيرتات بالجمله من مصانع. التيشيرت بيعمله من 25 جنيه لحد 70 جنيه. انت بقى هو حسب الخامه اللي انت عاوزها، عاوز تيشيرت ليكرا، عاوز تيشيرت بولو، عاوز تيشيرت كيلفن كلاين، عاوز حاجه يعني تيشيرت خامته تعبانه مثلا الايفنت او كده، ممكن تلاقيه عامل 25 جنيه 20 جنيه كده، تمام؟ نيجي للنوع الثاني اللي هو نوع الطباعه ترانسفير. طبعا انا هقول لكم على كل الانواع، وفي الاخر هقول لكم النوع حلو جدا هو ممكن يغنيكم عن الانواع اللي فاتت دي كلها. هنتكلم دلوقتي عن الطباعه الترانسفير. انا قلت لكم ان السبليميشن ما ينفعش في الغوامق وما ينفعش في الاقطان، يعني لو جالك تيشيرت قطن ما ينفعش عليه السبليميشن. ينفع الطباعه الترانسفير. الطباعه الترانسفير هي زي جلده كده اهو بتلزق على التيشيرت، وبتبقى جودتها كويسه جدا وممتازه. ازاي يبقى عندك سيستم ترانسفير؟ برضه الموضوع سهل جدا. نفس السبليميشن هو الترانسفير، مع اختلاف الحبر، نوع الحبر. يعني برضه في الترانسفير هتجيب برنتر ابسون 3050 310 1110 اي حاجه، طبعا سعرها عامل 4000، في حدود 4000 يعني. وهتجيب برنتر، البرنتر هتحط لها حبر، مش حبر سبليميشن زي السبليميشن، لا هتحط لها حبر
اسمه حبر فوتو، حبر عادي، حبر فوتو نظيف تمام. وهتجيب المكبس بتاعنا ال 40 في 40 زي ما احنا، هيبقى عامل 3.5. يبقى انت كده نفس برضه التكلفه، هي هي هتبقى تكلفتك 7500 جنيه بس، بدل ما هتجيب بقى ورق سبليميشن زي الاول، لا تجيب ورق اسمه ورق ترانسفير. ورق ترانسفير عندك نوعين، ورق ترانسفير غوامق بيطبع على التيشيرتات الغامقه، ورق ترانسفير فواتح بيطبع على التيشيرتات الفاتحه تمام. يبقى انت عشان يبقى عندك سيستم سبليميشن وسيستم ترانسفير، هتجيب لو انت عاوز يبقى عندك السيستمين، هتجيب مكنه سبليميشن ب 4000 وتحط فيها حبر سبليميشن عشان تطبع على التيشيرتات السبليميشن، وتجيب مكنه ثانيه ابسون بحبر فوتو ب 4000، وهو مكبس واحد للاثنين. يبقى انت كده كام؟ 8 و3.5، يبقى كده انت 11.5 عشان يبقى عندك سيستم طباعه ترانسفير وسبليميشن. لاي تيشيرت يجي لك تعرف تطبعه بقى، سواء غامق فاتح قطن مش قطن، الاثنين عندك تمام. هنيجي للنوع اللي بعده من انواع الطباعه، وهو نوع الفينيل الحراري. في تيشيرتات بتبقى مثلا محتاجه انها تطبع واحد لون او اتنين لون منفصلين بالكثير، فبيطبعوا حاجه اسمها فينيل حراري. الفينيل الحراري ده بتحتاج مكنه اسمها مكنه قطر بلوتر. مكنه القطر بلوتر دي بتعملها في حدود 3.5 4 مش اكتر من كده. في طبعا احجام كبيره يعني ال 70 سم بتعمل لها في حدود 4000. في بقى لو انت عايز تجيب بقى متر 20 او الكلام ده كله، ممكن تخش لها مثلا في سكه 7 8000 تمام. طبعا بتجيب فينيل رولات او شيتات متر في متر مثلا، وبتمنتج التصميم بتاعك والكلام ده كله، وبتشتري وبتقطع بالقطر بلوتر بتاعك. في ناس كتير قوي بتبيع قطرات بلوتر زي الترابيلي في المنصوره، وفي شركات كتير جدا يعني تمام. يبقى ده الفينيل الحراري. وطبعا الفينيل الحراري هتحتاج برضو مكبس. خلينا متفقين ان كل انواع طباعه التيشيرتات لازم مكبس. المكبس ابو 3.5 ده، في مكبس 40 في 40 ب 3.5، في 40 في 60 يعني سعره حدود 5000 تمام كده. ده الفينيل الحراري، هتجيب القطر بلوتر وتكبسه، تحط التيشيرت وتكبس، طبعت كده فينيل حراري. طبعا السيستم اللي احنا قلنا سيستم الفينيل الحراري هيبقى 4000، نفس برضو سعر السبليميشن والترانسفير، برضو المكنه تعملها في حدود 4000 و 3.5 مكبس، يبقى 7500 جنيه برضو تمام. عندك بعد كده فينيل برنت اند كات. الفينيل برنت اند كات ده لازم يبقى عندك مكنه اندور، مكنه الرولاند والمماكي، علشان تقدر تطبع فينيل برنت اند كات. طبعا بظهور طباعه الدي تي اف لغت كل الطباعات دي، بس احنا جاي لكم في الكلام يعني، وبقى فينيل برنت اند كات ما بقاش له لازمه يعني. بقى الدي تي اف ده اسهل بكتير وبيسهل كل حاجه تمام. هنيجي الفينيل برنت اند كات، لازم يبقى عندك مكنه اندور تمام، وبتجيب خامه اسمها خامه فينيل برنت اند كات، وبتدخلها على المكنه وبتطبع، وبعد كده بتقص. هي المكنه بتطبع وبتقص بتعمل برنت اند كات، بعد كده بتشيل وبتكبس. طبعا المكنه الفينيل برنت اند كات دي سعرها معدي يعني، سعرها يعني لو تجيب مكنه محترمه برنت اند كات مش اقل من 150000. انا بقول لك من الاخر يعني 150000 زائد ال 3500 يعني 153500 تمام. ده لو انت هتجيب سيستم فينيل برنت اند كات بس 153500 تمام ماشي. هنيجي بقى للنوع الرابع، وهو نوع مش مستخدم كتير بس لازم اقوله برضه، وهو مكلف شويه، هو النوع الديجيتال، طباعه ديجيتال. في مكان نازل في السوق هو عباره عن ان انت بتحط التيشيرت جوه المكنه والمكنه بتطبعه مباشر. ده عيبه ان هو تكلفه حبره غاليه شويه، ومش منتشر قوي، وقطع غياره مش متوفره قوي في مصر يعني، او في الدول العربيه عامه يعني. يبقى ده ايه؟ سيبنا منه. تمام، نيجي بقى على اهم نوع من انواع الطباعه اللي هو لسه نازل جديد في السوق، اللي هو لغى كل اللي فات، وممكن انت من خلال الطباعه دي ما تحتاجش انت تجيب السيستم الطباعه دي كلها. هو سيستم طباعه الدي تي اف. الدي تي اف ده عباره عن مكنه اندور كده اهو، بتطبع على خامه معينه، وبعد كده الخامه دي بتخش تتعالج بعجينه معينه وبتتسخن، بعد كده انت بتقصها، بتقص التصميم وتكبسه برده، لازم يكون عندك المكبس. مكنه الدي تي اف دي لو انت هتجيب مكنه كبيره يعني تعملها في حدود 160000. طبعا هي مكنه غاليه مش رخيصه. لو انت هتجيب مكنه كبيره مثلا عرض 60 سم تعملها 160000 جنيه. في مكنه ثانيه حجمها اصغر شويه، حجمها مثلا عرض 40 سم او 30 سم، دي تعمل لها 60000. في مكنه صغيره
مقاس الاسري دي تعمل لها 40,000 تمام؟ زائد المكبس بتاعنا 3500 جنيه. انت مش لازم تجيب مكنه دي تي اف، انت ممكن تبقى انت تعمل صفحه على الفيسبوك عادي جدا وتبقى انت متفق مع مطابع دي تي اف، هم هيحسبوا لك متر الدي تي اف ب متر الدي تي اف ب 140 جنيه. هتمنتج التصميم بتاعك وتحسب تكلفتك زائد تكلفه التيشيرت وتطلع التيشيرت بتاعك. طباعه الدي تي اف الميزه فيها انها ما فيهاش غلبه، يا دوبك بتطبع وتاخد التصميم وتكبسه على المكبس بتاعك وشكرا وخلاص، تسيبه لحد ما يبرد وبعد كده تشيل كده انت طبعت التيشيرت. انت بقى ممكن لو انت عاوز تبدا صح هات لك مكبس بس، هات مكبس واطبع الدي تي اف عند اي مطبعه هيحسب لك المتر ب 140 جنيه. هتاخد التصميمات وتكبسهم عندك وتجيب التيشيرت وشكرا على كده. تمام؟ يبقى احنا كده اتكلمنا عن كل انواع طباعه التيشيرتات. سبليميشن، ترانسفير، فينيل حراري، فينيل برنت اند كات، الديجيتال، الدي تي اف. وانا برجح لكم احسن نوع حاليا من انواع طباعه التيشيرتات هو الدي تي اف، علشان سهل جدا وموفر وتقدر ان انت تتفق مع اي مطبعه عندها دي تي اف هو هيحسب لك المتر ب 140 جنيه حاليا يعني سنه 2022. هتاخده وانت عاوز بقى ايه بدل ما تكبس بره، هات لك مكبس ب 3500 جنيه وهات التيشيرتات بالجمله. تيشيرتات بقى قطن مش قطن، غامق فاتح، اي لون واي خامه الدي تي اف هيقبلها. يعني عندك السبليميشن ما بتقبلش غير فواتح وليكرا او بوليستر او 50 50 50 بوليستر 50 قطن. الترانسفير بيقبل على كله، بس عيب الترانسفير ان هو بيسيب ارضيه، يعني هي ورقه زي جلده كده بيسيب ارضيه، ما بيبقاش التصميم مفرغ. الفين الحراري لو انت هتعمل واحد لون وطبعا عشان تشيله اصلا من الخامه بيبقى غلبه شويه. والفينيل برنت اند كات طبعا محتاج مكنه كبيره جدا 150,000 اقل حاجه. وعشان تطبعه بره برضو اطبع احسن من دي تي اف. تمام؟ الديجيتال طبعا احنا يعني قلنا ان هو بيخش التيشيرت بيخش في مكنه، بس طبعا غلطته بفوره، يعني لو المكنه مثلا هيد خبط في التيشيرت يبوظ التيشيرت. وكمان تكلفه الحبر بتاعتها غاليه جدا، فلذلك هي مش منتشره خالص في الدول العربيه يعني. عندك بقى اهم حاجه الدي تي اف، هتتفق مع مطبعه بتطبع دي تي اف، المتر هيحسبه لك ب 140 جنيه، وتجيب المكبس عندك وتكبس عندك وزي الفل، وتحسب تكلفتك وتحط هامش الربح بتاعك. هتعمل لك صفحه على الفيسبوك تمام؟ وتبدا تسوق للتيشيرتات بتاعتك، وممكن تنزل للسوق تبيع للمحلات تمام؟ وتعمل لنفسك براند وتصميم وكل حاجه، وممكن تطبع لكل يعني للزباين تصميماتهم، يعني تعمل صفحه على الفيس، الزبون يبعت لك تصميم، انت تقول له مثلا سلمه لك بعد يومين، تبعته له شحن، تطبعه له بدي تي اف، تبعته له شحن، حاجه كواليتي كويسه جدا. اتمنى الشرح النهارده يكون عجبكم، ركزوا جدا لو حد عاوز يبدا طباعه التيشيرتات، ركز في كل كلمه قلتها في الفيديو، واتمنى النجاح للجميع، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يجي لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.